السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلنا بالسلامة الحمد لله على الأخبار ديال السيد لانسرو اللي قالها العشية بالسلامة، لأن هو الإخوان من أي بلاصة تتصلوا بنا وفرحانين بزاف 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 بالهضرة والكلمة، لأن هي ديال الحكمة اللي قال سيدنا لانسرو على حسب من طبيعة الحال الإخوان اللي لم طائفة اليهودية اللي عايشة عندنا في المغرب حاليا، ولا الجالية اليهودية اللي هي عايشة خارج الوطن في الدول كلهم في العالم كلهم واقفين كرجل واحد بطبيعة الحال الوحدة الترابية ديال المغرب اللي هي الصحراء المغربية، هذه بلا ما كان حتى شي شك وما كان حتى شي نقاش في هذا الموضوع، انما الحمد لله احنا واقفين كلنا واحدة، لا الطائفة اليهودية اللي هي عايشين في المغرب الحمد لله اليوم، ولا الإخوان اللي هما عايشين في الجاليه اللي عايشين خارج الوطن. هذه من جهه من طبيعه الحال على حسب الاستثمار، هذوك الناس اللي زانفيسيسور اللي الحمد لله بغاو يجيو يستثمروا عندنا في المغرب، احنا لا بداو يجيو بعدا بداو تنشوفوهم تيجيو لا بداو من الشمال، ونيت كاينين شي ناس سمعناهم وشفناهم نيت اللي مشاو للعيون ديريكتومون للعيون باش يستثمروا هنايا، انما الناس لا حاسين بواحد قانعين بواحد لهنا وقانعين باش ان شاء الله كاين ما يدان ان شاء الله. من طبيعه الحال كما تنقولوا لهم ديما اللي بغى يجي يستثمر في المغرب مرحبا به 100 مرحبا، يجي بواحد الطريقه واحد اللي هي نصيحه واللي هي ما عندوش في باله باش يدير شي مسائل اللي هي زعما لا بغى يشمتنا ولا شي حاجه ابدا. حنا الحمد لله المغرب هو بلاد الحقوق، انما اللي بغى يجي 100 مرحبا حنا نوقفوا معاه ونتمشاو معاه ونعاونوه في اللي بغى، انما هذه حاجه باينه ان شاء الله وهذه غادي تتطور بسلامه. حنا الى حد الان تنشوفوا الناس اللي جاي اللي تيجي من اسرائيل لا تقريبا ولاو دابا هذا العام اللي فايت لا وصلنا تقريبا فوق 200,000، هذه حاجه مهمه بزاف ومازال نتسناو على نص مليون العام الجاي ان شاء الله وما باقي المستقبل. ايوا المهم ان شاء الله لا ينسى سيدنا وتولي عمرو ولا نجيكم ويحفظ المغرب الارض السعيده ديالتنا ديال المغرب. امين 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 ان شاء الله. تبارك الله عليكم. الله يحفظكم.